يعاني مهجرو عفرين في مخيمات النزوح بالريف الشمالي لحلب من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة تحت خيامهم المهترئة جراء حصار خانق تفرض الحكومة السورية. زاد من وطأتها إيقاف منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تزويد المخيمات بمياه الشرب. في ظل حرارة الشمس الحارقة وخيام متهالكة لا تقي من حرها، يعيش مهجرو عفرين في مخيمات النزوح بريف حلب الشمالي شمال سوريا مأساة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، بدأت مع احتلال تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها منطقة عفرين عام 2018. مأساة تفاقمت مع الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الحكومة السورية على تلك المخيمات، ناهيك عن هجمات الاحتلال المتكررة، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وشيكة. ولم تقتصر معاناة مهجري عفرين على ذلك، بل ازدادت سوءاً مع انقطاع مياه الشرب عن مخيماتهم للشهر الخامس على التوالي من قبل منظمة يونيسف، مما فاقم الأزمة الصحية وهدد بانتشار الأمراض والأوبئة خاصة بين الأطفال. أيضا صدر قرار من مفوضية اللاجئين اليونيسف بقطع إمدادات المياه المقدمة من قبلها لنازحي مخيمات الشهبة، فتفاقمت أزمة النازحين خاصة مع فصل الصيف، حيث هناك ضغط كبير على النازحين وحاجة النازحين إلى مياه صالحة للشرب والاستعمال المنزلي. تمعن ما تسمى بالفرقة الرابعة التابعة لقوات الحكومة السورية في حصارها الخانق منذ سنوات على مخيمات مهجري عفرين ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليهم، مما فاقم من معاناتهم وجعلهم عرضة لمخاطر صحية وأمنية جمة. عدم السماح لدخول المنظمات الغير حكومية إلى تلك المنطقة كون هي محاصرة. طبعا نحن في الإدارة الذاتية ناشدنا ولازلنا نناشد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لفك الحصار عن المخيمات الشابة والسماح بدخول المساعدات، إلى جانب أيضا دعم المنظمات الغير حكومية في تقديم المساعدات لأهالينا في مخيمات الشهبة، أيضا عدم الضغط من قبل حكومة دمشق خاصة الفرقة الرابعة. يتواصل نداء الاستغاثة من قبل مهجري عفرين مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على الحكومة السورية لرفع الحصار عن مخيماتهم وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، كما يطالبون منظمة اليونيسف بإعادة تزويدهم بمياه الشرب حفاظاً على حياتهم وصوناً لكرامتهم الإنسانية. إن معاناة مهجري عفرين في مخيمات سردم وبرخدان وعودة بالإضافة إلى مخيمي عفرين والشهباء بريف حلب الشمالي تمثل جرحاً عميقاً في جسد الإنسانية، فمأساتهم تتطلب وقفة دولية جادة لإنقاذهم من براثن الموت البطيء وإعادة الأمل لهم في حياة كريمة آمنة. ينضم إلينا من ريف حلب الشمالي حسين ولو الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي بمقاطعة عفرين والشهباء. أهلا بك أستاذ حسين. إذا نتحدث عن واقع مهجري عفرين في ريف حلب الشمالي، هنا لو تطلعنا على حقيقة أو ما هو الوصف الحقيقي لواقع المهجرين في ريف حلب، طبعا أهل عفرين. مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة اليوم. يعني التقرير الذي ذكرتموه تقرير يعني يعبر عن المعاناة الحقيقية لأهالي ومهجري عفرين في مخيمات الشهباء. طبعا عندما نتحدث عن الحصار المفروض وانقطاع المياه، للأسف المنظمات الدولية تقوم بربط الملف الإنساني بالملف السياسي، فمنذ عام 2000 تقريبا 2020 ومنطقة الشهباء بدأت تتعرض لحصار. هذا الحصار كان حصارا تدريجيا، ولكن يوما بعد يوم
يتزايد هذا الحصار على منطقة الشهباء ومخيمات النزوح في الشهباء. ففي مطلع عام 2020 2021 اتخذت منظمة اليونيسف قرارا بقطع المياه عن أهالي المهجرين الشهباء، في الأهالي المهجرين الذين كانوا يسكنون المنازل. ولكن في شباط هذا العام كانت الكارثة الحقيقية بقرار توقيف المياه عن 5 مخيمات في الشهباء، علما أن هذه ال5 مخيمات كانت تعتمد في مياه الشرب والغسيل على المياه التي تقدمها منظمة اليونيسف. بقرار تعسفي وفجائي تم قطع طبعا كل هذه المياه عن الأشهر هذه المخيم. أستاذ حسين، هل توضحت أسباب أو مبررات إعلان اليونيسف إيقاف تزويد هذه المخيمات بمياه الشرب؟ بصراحة لا يوجد يعني تبرير مقنع أو تبرير رسمي من قبل اليونيسف عن سبب قطع المياه عن مخيمات الشهباء. طبعا كلنا نعرف نحن الآن في فصل الصيف، وفصل الصيف يتزايد الطلب على المياه، عديك عن انتشار الأوبئة في فصل الصيف. المخيمات تعاني وبشكل كبير من نقص في المياه. تقوم بلدية الشعب في مقاطعة عفرين والشهباء ب يعني تزويد هذه المخيمات بالمياه، ولكن المياه التي تقدمها بلدية الشعب هي غير كافية، لأن البنية التحتية في مقاطعة الشهباء تم تخريبها من قبل المجموعات المرتزقة التي حكمت مقاطعة عفرين والشهباء قبل دخول الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى هذه المقاطعة. فبشكل عام يعني مقاطعة الشهباء بالأساس هي يعني البنية التحتية شبه معدومة فيها بنتيجة الصراعات والحروبات التي يعني كانت مرت على مقاطعة الشهباء. طيب أستاذ حسين، يعني رغم ما تقدمه المجالس المحلية هناك، كيف يمكن للنازحين هناك بتدبير أمورهم سواء المياه أو المواد الغذائية في ظل هذا الحصار؟ وحضرتك تحدثت عن نقص في يعني أو صعوبات تواجهها المجالس المحلية هناك. بصراحة الأهالي تعاني من هذه الأمور بشكل يومي، يعني نقص المياه في فصل الصيف هي أكبر مشكلة يعانيها مهجري الشهباء في المخيمات. يعني رغم كل ذلك فأهالي المهجرين في الشهباء يقومون بمقاومة نقص المياه وأيضا مقاومة حر الصيف تحت هذه الخيام، أملا بالعودة إلى مدينتهم مدينة عفرين، كون الشهباء هي امتداد لجغرافية عفرين وأعينهم اتجاه مدينتهم المحتلة من قبل الاحتلال التركي. طيب أمام هذه الكارثة، كارثة انقطاع المياه، هل من الممكن أن تعيد اليونيسف التفكير وإعادة عملها بتوزيع المياه؟ نتمنى يعني هل هناك تواصل، أقصد يعني مع منظمة اليونيسف المتحدة للطفولة حول هذا الموضوع؟ بصراحة المنظمات التي تدخل منطقة الشهباء وتدخل مخيمات الشهباء هي منظمات يعني لا يوجد منظمات بالأساس، فقط منظمة الهلال الأحمر السوري يدخل أحيانا إلى مخيمات الشهباء، ولكن هذا المنظمة لا يقدم شيئا إلى مهجري الشهباء. يعني ناشدت الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين والشهباء والإدارة الذاتية للشمال والشرق سوريا اليونيسف والمنظمات الدولية بإعادة تزويد مخيمات الشهباء بالمياه، كما قام معظم الحقوقيون العاملون في مجال حقوق الإنسان أيضا برفع تقارير إلى الأمم المتحدة. الغاية من التقارير يعني تدارك الكارثة الإنسانية التي تحصل في الشهباء بنتيجة نقص المياه، طبعا عديك عن نقص المواد الأساسية الأخرى، يعني المادتين الأساسيتين الذي يعاني منها أهالي الشهباء هي نقص المياه والأدوية بالدرجة الأولى. يعني هذه المادتين الأساسيتين الذي يحتاج إليها الإنسان يتم الحصار عليها من قبل حواجز الفرقة الرابعة الموجودة حوالي مقاطعة الشهباء.
طيب اليوم في ظل كثرة الحديث عن موضوع التقارب السوري التركي أو إعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة، أهالي عفرين المهجرين في وأنتم في ريف حلب الشمالي كيف تراقبون وهذه التحركات الدبلوماسية؟ طبعا التحركات الدبلوماسية الأخيرة أو التقاربات الأخيرة التي حصلت ما بين حكومة دمشق والدولة التركية، طبعا أريد أن أنوه لك ولجميع مشاهدي قناة اليوم إلى نقطة هامة هنا، أن في موضوع الحصار المفروض على الشهباء قلت في بداية حديثي أنه مربوط بالوضع السياسي، فأول بداية تقارب ظهر أو ملامح تقارب ظهرت ما بين حكومة دمشق والدولة التركية منذ أكثر من سنتين، بدأت الفرقة الرابعة من طرف بتزييد الخناق على مهجري عفرين، وبنفس الوقت تقوم الدولة التركية بتزييد القصف على مناطق الشهباء. نحن نأمل طبعا، نحن مع الحل السياسي في سوريا وعودة كافة المهجرين إلى أهلهم وديارهم، ولكن لا نتمنى أن تكون هذه التقاربات على حساب مكتسبات الشعب السوري، سواء شعب عفرين المهجر أو كافة الشعب السوري. طيب باعتقادك يعني ما أسباب هذه الضغوطات سواء من قبل قوات الحكومة السورية الفرق الرابعة أو النظام التركي أو الاحتلال التركي؟ يعني لماذا كل هذا الضغط على مهجري عفرين؟ ما الهدف؟ إلى ماذا؟ إلى أين سيصلون؟ بصراحة يعني الهدف كسر إرادة الشعب المقاوم في مخيمات الشهباء وفي الشهباء، هذا الشعب الذي رفض الاستسلام لسياسة الدولة التركية وأيضا سياسة حكومة دمشق الهادفة إلى إخضاع هذا الشعب إلى عبودية هذا الشعب، يعني هذا الشعب الذي خرج منذ بداية الأزمة السورية ونادى طبعا بالحرية والحكم الذاتي لمناطقه، كل هذه الأمور لم ترق للدولة التركية والحكومة السورية، فهذه الإجراءات أو ما نراه اليوم هي نتيجة ضغط هذه الدولتين على الشعب الذي يعني انتفض وأراد أن يعيش في حرية وكرامة. أشكرك جزيل الشكر من ريف حلب الشمالي حسين ولو الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي بمقاطعة عفرين والشهباء.